حرصا على الأمن الصحي للمغاربة الموجودين في إقليم ووهان الصيني، وهو الإقليم الذي وضعته السلطات الصينية تحت الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا. الملك محمد السادس يعطي تعليماته السامية لإعادة 100 مواطن مغربي الذين يشكل الطلبة أغلبيتهم والموجودين حاليا بهذا الإقليم إلى أرض الوطن. وقد ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، ترأس جلسة عمل خصصت لوضعية هؤلاء المغاربة. كما أمر الملك محمد السادس بأن يتم اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى وسائل النقل الجوي والمطارات الملائمة والبنيات التحتية الصحية الخاصة للاستقبال. وأمر الملك أيضا رئيس الحكومة ومختلف المسؤولين الحاضرين كل في مجال اختصاصه بتأمين المتابعة والتنسيق اللازمين. هذا وحضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة ووزير الداخلية عبد الوفي الفتيت وأيضا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بالإضافة إلى وزير الصحة خالد أيت الطالب والجنرال دو كور دارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي.